جاهزين؟ كان يا مكان لازم ألوم وكان غريب اللي حبينا من زمان. الأدب والطيب دوم الحق يقول واللي في قلبي على لساني كمان. كان يا مكان لازم ألوم وكان غريب اللي حبينا من زمان. الأدب والطيب دوم الحق يقول واللي في قلبي على لساني كمان. إذا بيوم يدكم الضحكة تذكروني وإذا حلوتني يمعى لا تنسوني. غريب اللي بالمحبة والغلا اللي أحبهم دوم يحبوني. إذا بيوم يدكم الضحكة تذكروني وإذا حلوتني يمعى لا تنسوني. غريب اللي بالمحبة والغلا اللي أحبهم دوم يحبوني. هذا غريب اللي دوم بسمته بالمصايب ما تفارق ضحكته. هذا غريب اللي دوم بسمته بالمصايب ما تفارق ضحكته. وإذا تسألوني عن أي مسألة أيكم حالا وحل المشكلة. وإذا تسألوني عن أي مسألة أيكم حالا وحل المشكلة. غريب سوى مشكلة غريب وصل. فيه 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 تحت 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 فيه 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 فيه. حياك حياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تعال 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 يا قمر تعال. هلا خال. تعال بيك. شوف عاد أنا جايب لك هدية صغيرة حقك تستاهلها. تستاهل. طيب خال يعطيك العافية. تفضل. شنو هذا؟ هذه نباطة. شو أسوي فيها؟ تصيد فيها طيور يا وليدي. تنبط تصيد فيها الطير. يعني اقدر اصيد فيها صقر؟ لا شوف شوف هذه الصقر ما يصيدونها من نباطة. هذه تصيد فيها طيور. يعني تحط لك حياره صغيره هني وتقعد ها عاد اذا انت يمين ولا يسار ها طن تنشن على الطير تصيده. عرفت؟ ما يصيدون فيها الصقر. انا اقدر اصيد فيها غزال. لا وتقدر تطيح فيها طياره بعد تصيد فيها طياره. اخذ هذا حق اخوك بعد. يلا روح روح العب العب. الله علي الله علي والله اني فنان والله اني نقوشي. تعال يا نيو تعال تعال شوف اخوك العاج قاعد يسوي هني. تعال ايش قاعد تسوي انت؟ شنو؟ شنو هذا بعد بيدك؟ شباطه. شنو بعد شباطه هذا؟ هذه يا نيوم الشباطة عشان تصيد فيها العصافير والطيور من بعيد. تبي تشوف؟ إيه. ابشر. هاك شب هاي شباطة. روح وقف هناك وأشر لي تبي أكسر لك أي واحدة. هذا ابشر والله ابشر. آي رازي أمه رازي آي 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 رازي آي آي رازي. شكلك قاعد تبكي. قمر في العراس يا بشباطة. انت شنو؟ ليش تبلع راس ولدك؟ صاحي ولا شنو بالضبط؟ ايش فيك؟ حبيبي حبيبي يا عمري. يا مجنون! انت شنو؟ الله يطعمني يا جعدان. من المجنون؟ عن منو قاعد تقولي كذي مجنون؟ عرفتي العين من المجنون؟ شوفي ولدي شو مسوي فينا؟ شو اللي في ايدك؟ شباطة يمه. من معطيك اياها؟ الخال غريب. لا لا الله حسبي الله على ابليسك يا غريب. غريب يا غريب. ياك ياك طال عمرك ياك. تعال تعال ابيك تعال. سم طال عمرك سم. تعال يا علم ما في سم طال عمرك. ما تصيح على وجهك ما تخجل ما عندكم روة انت. معطي لي هال نبيطة ينبطون الناس ويفلعونهم ما تحس انت؟ اول شيء اسمها نباطة مو نبيطة وايد مسكرها طال عمرك. بعدين انا ايش معطيهم؟ معطيهم منجنيق
ترى عكسها نباطة طال عمرك، ليش معصب؟ شو ليش معصب؟ قمور، شفت قمور هذا؟ ماخذ النبيطه ونبط الناس، انفلعهم، عور عيونهم، شلخ راسهم، ما يصير كذي خلاص. طال عمرك انا يعني جبت هل على قولتك النبيطه، قلت افرحهم قمر ونيم يستانسون ينبطون، بس عاد ما هقيت انهم بقاعد يفلعون خلق الله واحد واحد طال عمرك. اص اص اص، لا افلع راسك بهذه، اص شال شال اص ان شاء الله. قمير قمر هلا يبا هلا، تعال ابيك انا اعلمك، انا اعلمك. طال عمرك هلا يبا، ايش فيك؟ لا هلا ولا مرحبا، انت شو مسوي؟ يا ابن الحلال، النبيطه هذه ما يستعملونها لتكسير الاغراض ولا يستعملونها في البيت، هذه يستعملونها في المزارع، في الحدائق، تروح تنبط في البار، فهمت ولا ما فهمت؟ ما فهمت يبا. يا الله هذا شو فهمه؟ افهم يا، النبيطه هذه لما تروح الحديقه تستانس فيها، تروح البر تنبط فيها تستانس، الحين فهمت ولا لا؟ شوي فهمت يعني. اقول اذلف عن وجهي الحين، لا حط النباطه هذه بعينك وانبطك، يلا اذلف يذلف. انت حسابك معاي بعدين، بس اصبر علي يومين. طال عمرك انت بتطلع حره النبيطه على قولتك فيني انا طال عمرك. اسمع. نعم. اذا ما انجلعت عن وجهي بحطك داخل هني وبسكرك، يلا اذف عن وجهي. انا يلا. ما ارد هذا، مو اذف ابشر طال عمرك. زين بس قول زين. زين غريب غريب. هذا وين راح؟ يا ربي قمر؟ قمر يمه؟ ما أدري وينه؟ يا ربي وين راح الولد؟ قمر؟ دارب دارب دارب. تعال تعال غريب. هلا. تعال. هلا برضيعة هلا. أقول ما شفت قمر؟ ها؟ ما شفت قمر، قاعد ادور عليه من الصبح ما لقيته. اكيد ما راح تلقين الله يهديك. هو ليش مو قمر؟ ما يطلع الا بالليل، دورين الصبح الله يهداك. الله يقطع بليسك، الحين قول لي ما شفته مني منك. يمكن بداره، يمكن قاعد فوق السطح، يمكن بالحمام. لا لا دورت كل مكان ما لقيته. انت الحين يوم انك بالدكان ما شفته عند ابوه؟ لا ما شفته ولا عرفتوني يا من الدكان، ما شفته خير شر. ويه يا ربي ما ادري وين راح الولد. زين تكفى روح دور عليه، هذا ياهل صغير ما يعرف شيء، يخاف يضيع. منو اللي ياهل؟ ولدي قمر. الله يهداك، هذا شي ضيع بسم الله عليه، هذا حتى بالسراب يبين جثه ما شاء الله. الحين روح دور الولد، تكفى الله يخليك. لا تقولين تكفى، عيوني لك يا بعد عمري. تسلم عيونك حبيبي، مالك الا طيبه الخاطر. يا بعد ادوره وجيبه يا حبيبي. وعليك لا تحاتين لا تحاتين. اي والله شوفي، ها انا ما ارد البيت إيه؟ الا والقمر وياي بيدي. كفو. قولي زين. زين. صدق عمي الريال ضايق وتكدر، ليش قلت له تصليح المحل عليك مو علينا؟ ما لحق يزعل، هذا اللي اتفقنا عليه. طماع ويحب البلاش. عمي عمي عمي. ايش فيك؟ انت بتتنفس ولا بتتكلم؟ عمي الحق الحق. الحق على شنو؟ القمر. القمر بالسماء مو بالارض، ايش فيك؟ اوه عمي قمر قمر. ايش في قمر؟ لا ماكو شيء، ما في شيء. ياي تركض وتصارخ عمي 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 وتقولي ماكو شيء؟ بتتحكى ولا بهالعصب؟ اقول لك قمر. ايش في قمر؟ ولدك. ادري ولدي، يعني ولدك ايش فيه؟ ضاع 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 أو انخطف. خطوف غريب.
وبعدين وبعدين يا غريب ترى ملينا واحنا ندور ترى تعبت انا مثلك تعبت بس نسوي بس لقيته لقيت قمر انا الحين قاعد افتر وياك لقينا ما لقى فيك انت انت تقول لقيت قمر لقيت الحل سمعوني سمعوني يا عيال الحلال ضايع قمر وهو الحب والدلال سمعوني سمعوني يا عيال الحلال ضايع قمر والله هو حب والدلال سمعوني سمعوني يا عيال الحلال ضايع قمر وهو الحب والدلال سمعوني سمعوني يا عيال الحلال ضايع قمر وهو الحب والدلال عمي هلا هلا شو فيك انت ايش قاعد تسوي قاعد ندور قمر طال عمرك اكو واحد يدور قمر بهالطريقه هذه كذي اي شلون طال عمرك انا ولدي ضاع من دوره ضاع الولد من دوره قمر ضايع من دوره دوروا معاي بالفضفضه والموضوع صار مسخره ولدي ضاع من دوره من دوره غريب انا بمشي بفتر بطلع بطلع ادور الولد بدوره فوق السطوح بدوره بالديل بدوره بروح ابو شهيد لا توقفوني لا توقفوني لا توقفوني يا توقفوني يا قمر راح الولد راح يا قمر أظلم البيت عقبك يا قمر وهنا وهنا تارس علينا البيت ما نقدر قبل نمر من كثر ما هو تارس علينا البيت راح قمر وين قمر يا عمي وين وانا ايش دراني وين قمر بعدين بتشك غلط مو صح متاثر 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 انا زعلان عشان قمر ما اشوف القمر ما اشوف لك طاوه فوق السطح بس يا عمي لا يكون انت مسوي شيء بالولد وخام غبي علينا ايش فيك انت شنو انت بتلبس لي تهمه انت ولا شنو لا يكون مسوي بالولد شيء انت بصدق اكو واحد يصدق واحد خبل مثل هذا الله يستر الله يستر أيوة. لا تحاتون ان شاء الله بنلقاه على خير يما منك مسوي روحك قلبك على اولادي وانتي اول وحده ما تبين ارد البيت وقعد تشمتي فيني الله يسامحك يا ام قمر عاد ولدك قمر مثل اولادي نجم غلطه من غلط ولدي انا وين وانتوا قاعد تهاوشون الظهر هذا حجانا لحظه لحظه يلا روحوا داخل روحوا روحوا يلا 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 روحوا داخل غرب حياك 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 السلام عليكم عليكم السلام ها شرار ها بشر بشر لقيت قمورة ما لقيت قمورة شنو قمورة هذا من قلت قمورة أكيد ضايع قمر قمر ما لقيته ما لقيته بس لقيت الشخص اللي بيبه لكم منو هذا قمورة لحظة شوية يلا يلا حياك بعين حياك حياك شمشم وقف عندك هذا ابو عين احسن واحد تبع اثر بالديره انت متاكد هذا يتبع الاثار متاكد ايه انا من 90 سنه وانا تبع له من 90 من 90 كم عمرك انت 45 ليش 45 ضرب 92 اي صح شنو صح عمي يقول 45 وصار له 90 سنه
الظاهر هذا شغلته بس يضاعف بالارقام، يعني عمره 45 ضاعفه سواه 90، اكيد بيتنا يشوفه سوق. انت بعدين تعال، هذا شلون تباع اثر واسمه ابو عين وهو شمشم؟ هو حاسه الشم عنده مشتغله بكل شيء، بخشمه وعينه اذونه وراسه. مو المفروض يسمونه ابو شمه مو ابو عين؟ اقول انت انطم اسكت اسكت، خلنا يعني نشوف شغله. يلا ابو الاثر تكفى، شوف شغلك شمشم. يلا اي والله شمشم. من وين طلع؟ يعني وين طلع؟ من داره. يعني وين طلع؟ وين داره؟ وين هذا بحد بروح يبي له بال مني يبوي راح صوب الحمام. لا دير بالك دير بالك. مني يسار غريب. يدور بالسكة قط وهو الولد. يا جماعة شفتوا خشمه وهو شم يسوي كذي خشمه كذي شفته؟ لا ما شفته. هذا مبين عليه خبرة بالشم. نعم أنا لاحظته من يمر على ريحة قوية خشمه يصير لونه أحمر. هي ميزة هذه؟ لا 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 مو ميزة مو ميزة مو ميزة. بشر هذا دش المطبخ يدور ولدي الضايع يمكن يلقاه. جدر هو هذا يدور ببساتي يمكن يعان. يا اهل هذا مدهن عداني بالمساء. طلع طلع كاهو كاهو ادري. ليش رجعت بسرعه؟ شنو طابخين اليوم؟ نعم لان الولد اخر نقطه وصل لها هني، ومن بعدها خشمي ما قام يركز، حاسة الشم عندي كلها وقفت. شنو يركز انت قاعد درس الله هداك ولا دوره؟ انت قط مطابخ ولا تابع الاثر؟ اقول شراره اخذ صاحبك هذا لا اقتله واذبحه، اخذه واطلع برا وياي. ليش عمي ليش؟ يا عمي شرح علي، انا اللي اسمع كلامك جايب لي واحد جوعان تقول اتبع للاثر؟ اخذه لا اثر فيه الحين. الشم زين اخذه واطلع برا. عمي فرصه بس شمه. هات قطره ولدنا يلا قفل الباب. يلا فضحتنا. يلا قص علينا. اي والله قاعد صار له ساعه شمت ما ظل احد ما شمه. غريب سم والحل والله مالك الا المديريه طال عمرك. لا تحاتي يا ابو قمر، بعد 24 ساعه ان شاء الله نطلع ندور ولدك. يا حضره الضابط الله يهداك، الحين ولدي صار 12 ساعه ما ادري عنه شيء. يقوم الله يخليك قوم دور، اخذ ربعك وروحوا دوروا يمكن تلقونه تبونه لي. ما يصير طال عمرك ما يصير، هذا القانون نطلع بعد البلاغ ب 24 ساعه. ولا انزين والله صار الليل وما رد، يمكن يخاف من الظلمه. اي ظلمه انت اي ظلمه؟ بعدين تعال قول لي ايش دراك انه يخاف من الظلمه؟ حسب خبرتي طال عمرك. خبرتك؟ ليش عسكري؟ لا طال عمرك هذا شرف لي أكون عسكري واخدم ديرتي، لكن أنا رفيجي عسكري طال عمرك وسرحوه من الخدمة لأنه ما يداوم فشلنا. اسكت يا غريب مو وقته. زين والحل؟ يعني ما عارف عن ولدي شيء إلا بعد 24 ساعة؟ لا تحاتي يا أبو قمر لا تحاتي، جيب الله خير إن شاء الله. يلا يلا مشينا مشينا. لا وين مشينا؟ نروح. لا أنا ما أطلع من هني إلا ألقى عمي قمر، أنا السبب عشان كذي أنا بقعد، يا ألقاه يا يضيعوني معاه.
شنو؟ شنو شو تقول؟ قصدي ان انا ما اطلع من هنا، لازم القى عمي قمر، نلقاه حتى لو ميت ان شاء الله نلقاه ان شاء الله. فال الله ولا فاك متفاول على الولد. يلا انا استرخص امشي. قوم قوم ما عليه ما عليه. حياك الله حياك الله يا ابو قمر. يلا حياك الله. لا 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 حول ولا قوه الا بالله. هذا قمر امه امي مرضعتها، امي زهية مرضعتها شاربه من حليب امي اللي هي تصير مرت عمي ابو قمر، فهي تصير اختي بالرضاع لانها راضعه من امي زهية، فقمر ولد اختي بالرضاع اللي هي ام راضعه من امي زهية. بس 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 كل الديره درت ان امك زهير مرضعه مرت ابو قمر. اسمها زهية طبعا. كل الديره درت، كل الديره خلاص ما له داعي. زيت حق ان شاء الله يلقونه. ان شاء الله يلقونه. الله حساب حساب عليك يا قمر. هذا قمر شنو امه؟ خلاص ابشر يا رب. بسم الله. شنو راد ايد ورا وايد قدام؟ وين الولد؟ وين تبيني اروح يا بنت الحلال؟ كل مكان دورنا فيه، حتى المديرية عندهم خبرنا الولد ضايع. احر ما عندي ابرد ما عندك. يا بنت الحلال استهدي بالله، قولي لا اله الا الله، ادعي له، قولي ان شاء الله. لا اله الا الله ان شاء الله. يا ربي قاعد ادعي له من الصبح. ولدي ضاع من دوره. ضاع الولد من دوره. ولدي ضاع من دوره. ضاع الولد من دوره. ولدي ضاع. آه يا قمر ضاع القمر والسبب أنا مكاني مو هني، أنا مكاني داخل السجن. لجيتنا، عورت راسنا، ازعجتنا. انت ما عندك اهل، ما عندك بيت، ما عندك ربع. يلا قدامي قدامي بيتكم يلا. لا ما اطلع لما نلقى قمر. اي نعم، ولا ضيعوني معاه، غير كذي ما عندي. الحق علي يا حضرة الضابط. ايش فيك عسى ما شر؟ طاعت وانا صارف عليها دم قلبي، اكل وشرب ودلال وعلاج. صار لكم كم سنه متزوجين؟ مو زوجتي هذه، قطوتي اليفه ولطيفه وحبيبه. كذي نظامك. اقول ليش ما تاخذني انا مكان قطوتك اللي ضاعت؟ ترى انا اليف وحبيب ولطيف. وليش ما انا اخذك احقطك بالحج قدامي قدامي الحج قدامي قدامي. يلا 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 قدامي. عذيت نعورت راسنا. عمي رزق ويانا، ليش تقطع الله يسلمك؟ مياو. ها شوف اعرف انا ونو. مياو. تدري شلون؟ تدري شلون؟ تعال تعال عتوي عتوي عتوي. تعال تدري شلون؟ تعال 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 قدامي بيتكم بيتكم بيتكم. زين عمي صبر. عمي ها شوف شوفني انا. مياو مياو. هذا حق الليل. وتاليتها معك تاليتها معك. ترى قطك بالحج شهر ليل تعفن. يلا قدامي بيتكم قدامي قدامي بيتكم. يلا عاد. اقول يا طيب يا ابو قطوه شوفني. ياو ياو ياو. ماكو فايده. كيف؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. إلا ما قلت لي كم عمر قطوتك؟ شهرين. لقوني لقوني يا بطلة مني. لقوني يما 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 الغال. لقوني يا بطلة يا بطلة يما يا يما يما. لقوني أبطلع من هني. لحقوني الخال. تفضل يا غريب. ها بشر لقيتو؟ ما لقينا، كنا ينان وخذوا وراحوا. ينان ومرة واحدة ايش دعوة؟ عيل وينه؟ دورنا بحجرته في البيت، ما ظل سكة ما دورنا فيها، دورنا بالديرة ما لا حس ولا رس كلش. الحين انت مو معطينا بباطة، يمكن رايح مني او هني يصيد لا طير من هالطيور. بطلت حلجك. شنو شكو؟ شلون ياتك هالسالفة هذه؟ لعبتي. اي والله صدق المكان الوحيد اللي انا ما فكرت فيه هالمكان هذا. وين هالمكان؟
مزرعة عمي أبو قمر. زين وين رايح؟ غريب غريب وين رايح؟ راح قمر قمر غريب، لقيت ولدي قمر؟ سمعت صوته يا سيدي. أنا الآن ولدي قمر ضاع، أنا بحسرة وتسعة وثمانية. الحين وقت أعداد، الحين أنا سامع صوت، لكن هذا يني مو قمر. لا لا لا، أعرف صوته، أعرف أطلع ولدي بين 113 ولد. شنو 113 ومدرسة؟ يا قمر! أين ولدي؟ اصبر اصبر، قمر! صوته! ها بشر لقيته؟ وانت شنو ها شو سوي عمرك؟ قلت اذا شافني ما يعرفني متنكر. الله هداك، احنا نبي اعرفك، شيل هالزرع هذا. بس الصوت ما ينطالع. ما ادري انا، احنا مره مني. اريد ولدي. ها اريد ولدي. انا اقول لكم الصوت مني. لا 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 مو منه. تعرف شلون؟ خلكم وياي. شنو هذا؟ يعني ويا الهوى؟ مني اي ويا الهوى، تعالوا. قمر لحقوني لحقوني. قمر تعال يا جماعة، كاهو شايبك هنا جايبك. يا شو هذا؟ عمي طالع، كاهو عمي، كاهو ولدك. الله يهداك، قاعد شنك خرتيت بطين. الله يهداك ولدي قمر. اي ولدك قمر، ولد ناقع. يلا 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 حاول. شوف انا لا حول ولا قوة بالله، انا انت شايبك هنا شايبك بتضايق على اخوي نايم. لا تخاف، نايم بخير وبصحة وعافية، انت بتطلع نفسك بس. اسمع اسمع، حاول تمسك عشان يأيرك. يلا ابو يلا. لا مو بطرفها، اضربها عدل. يلا واحد اثنين ثلاثة. اسحب. شنو هذا؟ يلا حالك. حاول تطلعه. سحبه قد نزلت يا قمر. ما يقدر. عطني انا، عطني وقت. شرار عطني ولدي قمر. عطني انا قمر. لا مو كذي. يلا عليك يا شباب. ايش سويتوا؟ غريبه ولدي قمر، طلعوا طلعوني. طلعوني. لحقونا عشان يطلعونا. يلا حد يهني خلي يشارك. يلا ولا واحد ثلاث لحقونا. هذا غريب اللي دوم بسمته بالمصايب ما تفرق ضحكته. هذا غريب اللي دوم بسمته بالمصايب ما تفرق ضحكته. واذا تسالوني عن اي مساله أيكم حالا وحل المشكلة. وإذا تسألوني عن أي مسألة أيكم حالا وحل المشكلة. إذا بيوم يدكم الضحكة اذكروني، وإذا حلوتني يمعى لا تنسوني. غريب اللي بالمحبة والغلا اللي أحبهم دوم يحبوني. إذا بيوم يدكم الضحكة اذكروني، وإذا حلوت اليمعة لا تنسوني. غريب اللي بالمحبة والغلا اللي أحبهم دوم يحبوني. هذا غريب اللي دوم بسمته بالمصايب ما تفرق ضحكته. هذا غريب اللي دوم بسمته بالمصايب ما تفرق ضحكته. وإذا تسألوني عن أي مسألة أيكم حالا وحل المشكلة. وإذا تسألوني عن أي مسألة أيكم حالا وحل المشكلة. غريب سوى مشكلة. غريب سوى مشكلة. غريب حل المشكلة. غريب وصل.